هاي هاي، اتفرجت على دادي امبارح في التي في؟ ايه ده، هو برنامج بابوك اتعرض امبارح على التي في؟ ايوه، ما هو برنامج اسبوعي كل يوم بيتعرض. يا سلام، سوري يا سمر، ما لحقتش اتفرج على البرنامج بتاع بابوك، اصل كنت قاعده مع انكل عادل. انكل عادل مين؟ انكل عادل امام. يا سلام. ايه، نالا كان عادل امام معزوم عنده في البيت امبارح. فكرة يا سمر، باباكي دايما زي القمر في التلفزيون. ميرسي يا حبيبتي. وانتي بقى يا رنا، باباكي بيشتغل ايه؟ بابي بيشتغل طول اليوم. طب ما انا عارفه ان هو بيشتغل طول اليوم، يعني بيشتغل ايه؟ انا بابايا دكتور وبيعمل برامج، وهي باباها مخرج سينمائي. انتي بقى باباكي بيشتغل ايه؟ بابي مستشار.